كان بس التسجيل يبدأ بسرعة. طيب تسجيل الآن بدأ، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتنا الكرام، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله في اللقاء السادس من لقاءات الأحبة مع الشيخ عبد الرحمن المهنا، المشرف العام على برنامج العالمية في أكاديمية إتقان، اللي هو طبعا البرنامج المتعلق بحلقات الناطقين بغير العربية. مرحبا بك شيخنا عبد الرحمن، شرفتنا وأهلا وسهلا فيك. مرحبا بالشيخ خالد، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعيد حقيقة بوجودي معكم في هذا اللقاء. نسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. اللهم امين، شرفتنا ومنور، الله يسعدك ويجعل هذا اللقاء يا رب لقاء مباركا وينفعنا به ويجعله في ميزان حسنات الجميع يا رب. اللهم امين، اللهم امين ان شاء الله. طيب اسمح لي ابدا، وتفضل ودك تقول شيء، الله يحفظك. تفضل الله يجزاك. شيخنا ابو ابراهيم، اكاديميه اتقان الالكترونيه صرح قراني متميز بفضل الله سبحانه وتعالى. الكثير ومنهم انا يبغى يعرف وش قصة هذه الأكاديمية، كيف نشأت وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل الله سبحانه وتعالى وحده، وأنت أحد أعمدة هذا الصرح القرآني المميز بفضل الله عز وجل، وأحد الواقفين في وقف إتقان لخدمة القرآن. فكيف نشأ هذا الصرح وكيف تميز وكيف أصبح صرحا يشار إليه بالبنان بفضل الله عز وجل علينا وعليكم جميعا؟ تفضل شيخنا أبو إبراهيم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا النبي الأمين. أرحب حقيقة بكم فضيلة الدكتور الشيخ خالد وبقية الأحبة المتواجدين معنا في هذا اللقاء. بداية حفظك الله، وعودة إلى ما ذكرتم، كيف سبحان الله نشأت هذه الأكاديمية؟ طبعا هي كانت، اللهم يا رب لك الحمد، فكرة من المؤسس هذه الأكاديمية، المشرف العام على الأكاديمية الشيخ أسامة بن سعيد التميمي. ما شاء الله تبارك الله، يعني سار، أو كانت هذه الفكرة مبدئية، وسبحان الله يعني كانت البدايات بسيطة جدا. عرض هذه الفكرة على أحد زملائه تقريبا المتواجدين معه، واللهم يا رب لك الحمد رحبوا بهذه الفكرة وانطلقوا بعد توفيق الله عز وجل لهم جميعا. طبعا الأكاديمية، وكما يعني يروي الشيخ عبد الستير الله يحفظه، كانت البدايات يعني مؤرقة وصعبة جدا، بحيث أنه سبحان الله ما كان في مصممين، ولا كانت فيه برامج، ولا كان فيه أي شيء سبحان الله يذكر. مجرد أن الطالب أو المعلم يأتي سبحان الله إلى هذه الحلقة، ويدخل الطالب في 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 الحلقة، ثم سبحان الله يسمع، ثم سبحان الله حتى التقارير أيضا، اللهم يا رب لك الحمد، فتح الله عز وجل علينا في هذا الصرح القرآني، أنه التقارير الآن أصبحت بفضل الله تعالى إلكترونية. كانت في السابق يدوية، يدخل المعلم على سبيل المثال من هو الطالب المتواجد، طبعا كان التواصل كما هو حالنا في قضية على سبيل المثال. طبعا ابتدأت هذه الحلقات في داخل السعودية تحديدا، وبعدها اللهم يا رب لك الحمد فتح الله عز وجل على بعض الفضلاء، ذكروا لابد أن يكون لدينا يعني حلقات داخل السعودية وحلقات خارج السعودية، واللهم يا رب لك الحمد يعني فتوحات أقبلت علينا بفضله تعالى، وأصبح ما شاء الله تبارك الله يعني عدد الحلقات الآن، يعني كانت في تلك الفترة 10 حلقات، ثم زاد العدد ثم زاد العدد، وصل بفضل الله تعالى تبارك وتعالى إلى 100 حلقة. والله يا أحبة يعني لا تكاد تتصورون أن تحضير الطلاب كان يدوي. المعلم الآن من الطالب اللي سمع الآن، والله أنا فلان يحضر ما شاء الله تبارك الله تقريبا يدوي، ثم بفضل الله عز وجل. لذلك نحن نذكر كثيرا أنه الآن حينما يكون لديك فكرة، حينما يكون لديك على سبيل المثال مقترح، بالعكس تحاول أن تشاركه مع الجميع، لأن بفضل الله تعالى الصرح القرآني أو أي نطاق عمل لن يقام بارك الله فيكم إلا بفكرتي أنا، فكرة الشيخ خالد، فكرة الشيخ ساهل، فكرة الشيخ محمد وبقية الزملاء. لأن سبحان الله أي شخص يعني عنده حاجة، بالعكس لا يتأخر علينا. هذه تقريبا يعني مختصر، الله يحفظكم شيخنا خالد، بداية الأكاديمية، الله يجزاكم الجنة. تفضل الله يحفظكم. يعني هي بدأت تقريبا شيخنا أبو إبراهيم مع فترة كورونا خلينا نقول، ولا هذه كانت انطلاقة الأكاديمية ليس كذلك؟
اي صحيح صحيح، الله يسعدك. كانت ما شاء الله تبارك الله في وقت كورونا، ما شاء الله تبارك الله العدد، اللهم يا رب لك الحمد. بارك، انت عارف اساسا الحلقات او لربما البشريه يعني اطلق عليها سبحان الله قضيه الخروج، فما عندهم شيء الله المستعان يعني ينشغلون به الا كتاب الله عز وجل. الله أكبر. فصار عندنا كما ذكروا الزملاء، اي والله كما ذكروا، صارت عندنا اعداد رهيبه جدا، لكن سبحان الله. الله المستعان. اي والله، لكن الله المستعان يعني فتح المجال يعني لقضية الخروج فقلت الأعداد الله المستعان، لكن أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا العدد المتواجد الآن. طيب، بحسب ذاكرتك شيخ أبو إبراهيم، القسم النسائي في أكاديمية إتقان هل انطلق مع القسم الرجالي، ولا يعني كانت الانطلاقة للقسم الرجالي ثم بعد ذلك تم التوسع وافتتاح قسم نسائي داخل الأكاديمية؟ صحيح صحيح، أو بداية كان أساسا انطلاقه من الرجال، اللهم يا رب لك الحمد، لكن كما ذكرت لك بعد فترة يعني ما شاء الله تبارك الله توسعت الأفكار، قالوا ليه ما يكون عندنا الشباب في تلك الفترة، ليه ما يكون عندنا قسم نسائي بفضل الله تعالى، اللهم يا رب لك الحمد. يعني قضية استجابة بعض الفضلاء بداية سبحان الله من المقربات يعني من النساء سبحان الله، كان سواء كان مثلا من معلم كان لديه زوجته أرادت سبحان الله تنضم إلى هذا الصرح القرآني، أخت مثلا فلان عزيز، والله يا رب لك الحمد وجدنا بفضل الله تعالى وتوفيقه استجابة جميلة جدا، فانطلقنا على بركة الله عز وجل في إنشاء القسم النسائي بعد توفيقه. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. طيب شيخ ابو ابراهيم، اللي يطلع على اكاديميه اتقان كذا يعني ودنا نعرف اليوم بعض التفاصيل داخل العمل، كيف يتم اداره هذه الحلقات في ظل وجود هذا العدد الكبير؟ لو تطلعنا وتطلع على احب الحضور على هيكل الاداره في الاكاديميه او طريقه العمل، كيف يتم اداره هذا العدد الكبير الله يزيدكم من فضله من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والموجودين من مشرفين ومشرفات؟ يعني لا شك انه العمل سبحان الله هناك وراء هذا وراء هذه الامور اداره وطريقه تنظيم معينه بحيث يسير العمل. فلو تطلعنا على الداخل كانك ماسك كاميرا كذا وتصور لنا اتقان من الداخل شيخ ابو ابراهيم. طبعا شيخنا خالد هو مثل ما يقولون سبحان الله لدينا مسلمات، ألا وهي قضية سبحان الله الاستعانة بالله عز وجل. الله أكبر. الأمر الآخر وهو المهم، قضية لابد أن يكون سبحان الله لأي شخص يعني ترتيب خطة قبل أن يشرع في أي مشروع. أنا سبحان الله أشبه، أنا أشبه سبحان الله سواء كان عمل المعلم أو عمل مشرف التعليم أو عمل حتى الطالب سبحان الله، أنا أشبه سبحان الله هؤلاء بالطائرة. الطائرة سبحان الله إذا أرادت أن تقلع لابد أن يكون لديها وجهة، لابد أن يكون لديها هدف محدد، ولا سبحان الله هذه الطائرة لن تسير. حتى الآن سبحان الله إذا أصبحت الرؤية لدى هذه الطائرة مشوشة سبحان الله أو معدومة تقريبا، لن تقلع هذه الطائرة فسوف تبقى سبحان الله في مكانها. لكن قضية أنه المشرف التعليمي أو المعلم أو الطالب على سبيل المثال في 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 عمله في وسط هذه الحلقات، أنا أشدد كثيرا على قضية الخطط. أنا الآن مثلا كمعلم ماذا أستطيع سبحان الله أن أقدم لهذه الحلقة؟ أنا مشرف تعليمي أيضا ماذا أستطيع أن أقدم؟ وبعد ذلك اللهم يا رب لك الحمد أستطيع أن أشرع في مشروعي أنا كمشرف تعليمي أو معلم أو طالب. لأن سبحان الله الآن على مر يعني سنوات طويلة جدا بعد توفيق الله عز وجل، حينما تجد المعلم ولا المشرف ولا سبحان الله حتى الطالب أو سبحان الله من القسم النسائي أيضا، من تجد لديه خطة، تجد لديه روح، خليني أقول لك سبحان الله الحماس، عنده همة عالية بعد توفيق الله عز وجل، حتى روح الملل عنده سبحان الله يقتلها. كيف الله مستعان يقتلها؟ يحاول أن ينشئ لنفسه سبحان الله مشروع، يحاول ينشئ لنفسه سبحان الله حماس، نشاط، همة، يستعين بعد توفيق الله عز وجل بكل ما أعطاه الله عز وجل من أفكار. حتى يعني يحضرني في هذا المقام الشيخ عبد الله، الله يفتح عليه ويزيده، والله وما يعني لا قصور في البقية حقيقة من تواجد معنا في هذا اللقاء، شيخ عبد الله، الله يحفظ الشيخ عبد الله رضوان، شيخ عبد الله الله يفتح عليه،
ما شاء الله تبارك الله، يعني يوما بعد يوم يحاول أن يقتل سبحان الله المال المتواجد في داخله. كيف له ذلك؟ يحاول أن يجدد الرسائل، يحاول أن يجدد العمل، يحاول أن يجدد حتى سبحان الله على المستوى الشخصي. طب معلش لذلك معلش قبل ما تكمل، الاخ عبد الله رضوان او الشيخ عبد الله رضوان، نبغى نعرف كم عمره؟ شيخ عبد الله عمره اعتقد الله اللي تركته انا 14، هذا اللي اعرفه يا شيخ. لا اله الا الله، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، لكن احسبه انه رجل بامه، وهذه يعني رساله لعل انضم معنا بعض الاحبه من الشباب، من هم في سن اخونا الحبيب الشيخ عبد الله رضوان وغيره، او اكبر قليلا او اصغر قليلا، ان العمر لم يكن يوما عائق في طريق خدمه القران وخدمه دين الله تبارك وتعالى. تفضل شيخنا واصل، سامحني على المقاطعه، تفضل. لا بالعكس، انا والله هذا اشاره ولفته جميله جدا يا شيخ. حينما كان النبي عليه، او قبل ان يحضر، او قبل سبحان الله ان يعني يتوفى النبي عليه الله، يتوفى الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام، كلف اسامه بن زيد على جيش وكان عمره تقريبا 17 او 18 سنه. فكما ذكرت الله يحفظك ويفتح عليك ان شاء الله، العمر يعني سبحان الله لا يوصف في عمل، بالعكس بالعكس انا اقول جيد، يعني انه الانسان يبدع، جيد ان الانسان يبتكر، جيد ان الانسان سبحان الله حتى يستعين بعد توفيق الله عز وجل باخوتي في الحلقات. طبعا حنا بعد توفيق الله تبارك وتعالى كلنا سبحان الله كنا نجهل كبدايات العمل، كلنا سبحان الله، حتى انا محدثكم يعني كنت اجهل والله العمل، لكن سبحان الله حينما يعني وقفنا على العمل، تعرفنا عليه، تواصلنا مع سواء كان الشيخ خالد، الشيخ عبد الستير، الشيخ اسامه، بقيه الزملاء، مشرف الادارات ايضا سبحان الله من المشرفين التعليمي، الله يعطيهم الصحه والعافيه، بفضل الله تبارك وتعالى اصبح العمل لدينا مختلف، واصبح لدينا شغف. طبعا انا سبحان الله سوف استشهد بكلمه ذكرها الشيخ عبد الله رضوان الله يحفظه. الشيخ عبد الله قال سبحان الله: لا بد ان يكون هنالك حب نابع من القلب لكي يقف سبحان الله المعلم ولا الطالب ولا المشرف التعليمي على معليش، هذا هذه الأمر. نحتاج، هذه معليش نحتاج نعيدها. لا بد ان يكون لدى كل سبحان الله من التحق بهذه الأكاديمية يكون لديه حب نابع من القلب لكي يبدع ويكون لديه شغف في هذا العمل. لكن الله سبحان الله حينما يكون المشرف التعليمي او المعلم او الطالب يجي سبحان الله من قضية باب التجربة، أنا والله راح أجرب هذا العمل، خلوني أشوف جيد ولا غير جيد. لا، لن تكمل مسيرتك وسوف يحصل لديك ملل، سوف تغادر سريعا ولن يبقى سبحان الله لك أثر ولا ذكر نهائيا في هذه الحلقات. والله بعض الفضلاء سبحان الله، وهذه إشارة إلى الزملاء المعلمين، أعتقد الله مستعان معنا معلمين يا شيخنا خالد، صحيح؟ اوه ما شاء الله تبارك الله، تعد تغلط، كلهم يحبونك ويسلمون عليك. الله يجزاك من جلده، يعني ان شاء الله احد المعلمين سبحان الله، تخبرني احدى الوالدات حينما كان معلما وكان يحرص سبحان الله على طلابه، يتفقدهم حينما سبحان الله يغيبون عن الحلقه، فقرر سبحان الله هذا المعلم ان يغادر من الحلقه. فسبحان الله اتت هذه الوالده الى هذا المعلم فأخبرته أن ابني يبكي، تخيلوا معي أن ابني يبكي. قلت سبحان الله لماذا يبكي ابنكم؟ قال سبحان الله بسبب مغادرة ذاك المعلم. فالآن أنا أقول سبحان الله لابد أن يكون هنالك حب للعمل. الغاية الأسمى من وجودنا سبحان الله في هذا الصرح القرآني أننا سبحان الله ما أردنا بذلك إلا وجه الله عز وجل، لكن قضية أنه أنا ما أهتم سبحان الله للعمل، لا بالعكس والله، طلع الطالب، دخل الطالب، شارك الطالب، بالعكس ما يهمني. لكن المشرف التعليمي أو المعلم أو حتى سبحان الله الطالب، الطالب حينما يشعر، حتى أن أحد السلف سبحان الله السلف الصالح كان يقول: إذا أردت أن أناجي ربي قرأت آياته، وإذا أردت أو إذا أردت أن أناجي ربي قرأت آياته، وإذا أردت أن لا عفوا إذا أردت أن أكلمه إذا أردت أن يكلمني ربي قرأت آياته، وإذا أردت أن أناجيه دعوته.
فذاك سبحان الله الآن حينما نقرأ قول الله، أو عفوا حينما نقرأ آيات الله عز وجل، بالعكس يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، بالعكس هذه سبحان الله إشارة لنا جميعا كمسلمين. اللهم رب لك الحمد وجميعا سبحان الله الناس. أطلت عليك، تفضل يا شيخنا خالد الله يحفظك. بالعكس مستمتعين. طيب شيخنا أبو إبراهيم، لعل يعني في ظل هذه المسيرة المباركة من وجودك داخل الأكاديمية وأنت صاحب هذه الابتسامة الجميلة، نسأل الله عز وجل أن يزيدك بهاء وبشاشة. شيخنا أبو إبراهيم، أكيد أن مرت عليك بعض المواقف اللي يعني تكون يعني غريبة مؤثرة تعجبت منها أنت شخصيا، لأنه لا يخفاك أنه العمل داخل أكاديمية إتقان هو عمل تطوعي. فعندما تجد مثلا على سبيل المثال معلم يلتزم بوقت الحلقة، وربما لديه ظروف، ربما لديه يعني أمور صعبة، ومع ذلك هو دائما موجود في موعد حلقته. طبعا هذه أشياء قد تدعوك أنت شخصيا للدهشة، فلو شاركنا مثل هذه الأمور لعلها تكون حافز لمن يسمعك، بارك الله فيك. والله يا شيخ محمد سبحان الله، أنا أغرب يعني سبحان الله موقف، دعك من آخر موقف يا شيخنا خالد حينما شاركتكم إياه، أغرب موقف سبحان الله مر علي في تاريخ إتقان، الله المستعان. تخيل سبحان الله أحد المعلمين، الله المستعان، في يوم من الأيام سبحان الله بلغني حفظك الله من أحد الطلاب أو أحد المشرفين تقريبا أن الله عز وجل توفى أخو سبحان الله، أخ أحد المعلمين. فمباشرة سبحان الله هرعت إلى ذاك المعلم في الخاص، قلت شيخنا الله يحسن إليك ويرفع قدرك، أنا والله أني أتمنى سبحان الله أن يكون هذا المعلم متواجد. هرعت إليه سبحان الله في الخاص مباشرة، قلت الله يحفظك ويفتح عليك لعلك تقف وتأخذ سبحان الله يعني إجازة أسبوع، أسبوعين، شهر، ما عندي والله مشكلة. قال أبشر بإذن الله تعالى سوف أستجيب لك لا. فسبحان الله غادرت من الخاص من عنده، ثم عاد لي مرة أخرى قال يا عبد الرحمن سوف أستكمل مشوار الحلقة. قلت يا شيخ الله يحسن إليك لعلك تبقى مع أهلك وتواسيهم سبحان الله في عزائهم. قال يا عبد الرحمن، يقول سبحان الله أخي كان خبرا، اللهم استعان، يقول أخي كان خبرا وسوف أكون خبرا من الأخبار وسوف أنتقل إلى رحمة الله. سبحان الله، لا إله إلا الله. شيخنا سبحان الله، تخيل معي أنه استكمل مشوار الحلقة في اليوم الذي يليه. والله إنك وصلت معه مرة أخرى، أقول له يا شيخ الله يرفع قدرك قف عن الحلقة، الأمر فيه ساعة، اللهم يا رب لك الحمد، ولعلك ترشح أحد إخوة أو أحد الطلاب المتواجدين معك في الحلقة، مجرد أنه يستمع سبحان الله حتى وإن يستعين بعد توفيق الله عز وجل بقضية المصحف. والله أبى أن تقف تلك الحلقة وتكمل المشوار في اليوم الذي يليه سبحان الله. أنت الآن تعجب، والله تعجب، تقول فعلا سبحان الله، نحن لا نتحدث سبحان الله، أنا أقول لك عن شخص كان من السلف الصالح ونقول سبحان الله كان من الصحابة، لا، شخص موجود معنا إلى الآن، والله يا رب لك الحمد، إلى ما يعني إلى الآن وما زال متواجد معنا في 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 هذه الحلقات. وأيضا سبحان الله من المواقف اللي مرت علي الله المستعان من قضية، حتى سبحان الله يعني تخيلوا أحد الزملاء أيضا سبحان الله قبل أسبوع أظن يا شيخ خالد اللي شاركتكم معها الموقف قبل أربعة نعم. أيام نعم قبل أربعة أيام تقريبا أو خمسة الله أعلم، تواصلت مع أحد المعلمين، أقول له يا شيخ الله يرفع قدرك، أو عفوا دخلت سبحان الله أو زرت الحلقة فوجدت الرابط، رابط موجود في الحلقة، فقلت سبحان الله لعلي أتواجد مع هذا المعلم، وأنا شخص يعني حقيقة أحب والله أن أستمع إلى أصوات الفضلاء لعلنا نجد يعني منهم أصوات ندية. فسبحان الله تواجدت في هذه أو دخلت الرابط، وش اللي حصل؟ والله لم أجد أي طالب نهائيا، والله ولا طالب نهائيا في الرابط الزوم. فسبحان الله مثل ما يقولون سبحان الله باللغة الدارجة، أخذت جلست أخذ وأعطي مع المعلم، قلت معلمنا وين الطلاب الله يرفع قدرك؟ تواصل معهم، قال والله هذا هو حالي يوميا. قلت كيف هذا حالك يوميا؟ قال والله لا يحضر أي طالب،
قلت عسى الله ييسر امرك ويرفع قدرك. يقول سبحان الله، اسمعوا المشهد العجيب والله يا احبه، يقول سبحان الله، زوجتي يقول في المستشفى وتشتكي من وجع في قلبها وهي في غرفه الملاحظه، فحان وقت حلقتي. يقول فاستأذنت، سبحان الله، استأذنت زوجتي وخرجت سبحان الله من الغرفة، فأقمت الحلقة مع علمي، تخيلوا، مع علمي أن الطلاب لن يحضر منهم أحد. تخيلوا سبحان الله، زوجته في المستشفى تشتكي وجعا في قلبها، فيغادر سبحان الله ثم يقيم الحلقة مع علمه أن ما لن يتواجد أحد من الطلاب. طيب أنا سبحان الله لما أجد يعني سبحان الله هذا الموقف أو هذا المشهد، أنا أقول سبحان الله المعلم اللي عنده طالب ولا طالبين يقول لي والله أنا لن أقيم الحلقة وسوف أستمع إلى الصوتيات. طيب هذا المعلم الآن زوجتك في المستشفى، ما هو حالي وحالك؟ يعني أنا أقول بعد توفيق الله عز وجل طالب واحد يكفيك، ولربما أن الله عز وجل بفضله وكرمه لربما يدخلك الجنة بفضل هذا، ولربما أننا استهنا في قضية، أنا يعني تحديدا أتحدث عن المعلمين الله يحفظهم ويجعلهم مباركين جميعا، أنا أقول سبحان الله حتى أن هذا الطالب والله ربما أنه يكون سببا في وصولك إلى الجنة بعد توفيق الله عز وجل، لكن أهمل هذا الطالب وأقول لا والله ما طالب هذا يرسل لي صوتي يكفيني، جلدك وجهدك وصبرك وعناؤك لن يذهب سدى. الله عز وجل قال في كتابه الكريم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأيضا الله عز وجل قال في كتابه الكريم الأخرى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. أنت الآن على قدر ما تقدم، وكما ذكر الشيخ خالد الله يحفظه ويبارك فيه، على قدر المشقة تأتي الأجور، على قدر المشقة تأتي الأجور. أنت تستقطع سبحان الله جزء من وقتك وفي حياتك تسخره لله عز وجل، لكن ماذا سوف تجنيه بعد سبحان الله هذا الوقت الذي سوف تقتطعه لله؟ أحد الزملاء، كلكم سبحان الله موقف عجيب، والله موقف عجيب، أحد الزملاء الله يفتح عليه غدرنا من هذا الصرح القرآني، حلقته كانت الساعة الحادية عشرة ظهرا، وسبحان الله صليت الفجر في يوم من الأيام وأصبحت سبحان الله أقلب بين هذه الحلقات، فسبحان الله وقعت عيني على إحدى الحلقات، فأتى ذاك المعلم يقول سبحان الله حلقتنا سوف تقام أو سوف نقيم الحلقة بعد 4 ساعات من الآن. سبحان الله، عجبت والله لهذا الموقف، وتذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. تخيلوا معي سبحان الله هذا الموقف البسيط، لو أن الله عز وجل توفى هذا المعلم لتوفاه على ماذا؟ لتوفاه على نية صالحة. وما هو السبب؟ جعل وقته من بعد صلاة الفجر إلى قيام وقت الحلقة لله عز وجل. لذلك أنا أشدد كثيرا سبحان الله على قضية إنما الأعمال بالنيات، فعملك حفظك الله كان لإتقان أو عملك لله عز وجل، عملك فقط لكي لا يعني يتواصل معي مشرف الإدارة ويزعجني بقضية التقارير، أو كان لله عز وجل. فالقضية ليست قضية سبحان الله حضور، القضية هي قضية أنني أتعامل مع الكريم الأكرم الذي إذا أعطى لا تفنى خزائنه، أنا أتعامل سبحان الله مع الله عز وجل. والله محدثكم حفظكم الله، حتى سبحان الله وإن واجه الطالب أو المعلم أو حتى سبحان الله المشرف التعليمي قضية رفع التقرير أو شيء، التقرير لن تهم شكليات عمل، لكن ماذا يهم في النهاية؟ ماذا سوف تجني سبحان الله من هذا العمل؟ حتى وإن تواصل معك أحد الطلاب والله وقال إن ما عندنا تقرير، ما عندنا مشكلة، لكن الأهم أننا نعتني بهذا الطالب حق العناية. أنا أقول سبحان الله اتركوا أثرا. الإمام البرزالي رحمه الله في يوم من الأيام كان لديه طالب، فأتى إليه في يوم من الأيام فقال له يا فلان
خطك يشبه خط المحدثين. فوقعت سبحان الله هذه الكلمة في نفس هذا الطالب، فخرج لنا الإمام البرزالي، من سبحان الله خرج لنا الإمام، والله لا يحضرني اسمه الله المستعان حاليا، الإمام الذهبي أعتقد الله أعلم، كلمة بسيطة جدا، خطك يشبه خط المحدثين. حتى سبحان الله يعني حتى الشيخ عبد الرحمن بن سديس الآن الإمام الحرم كان يقول، كانت والدتي تدعو تقول الله، تقول سبحان الله، قال تقريبا الدعاء، قال تقريبا روح إن شاء الله أني أشوفك إمام الحرم، وسبحان الله دعوة تحققت بعد توفيق الله عز وجل. لذلك أنتم الآن في 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 هذه الحلقات، وأنا والله أني أتحدث على الجميع، اتركوا أثرا، اتركوا أثرا، ولا تنتظروا سبحان الله القضية النتائج، اتركوا النتائج لله عز وجل. أنا الآن معلم، أنا مشرف، أنا والله هذا الطالب يمكن أنه مستثنى من هذه الحالة، أنا معلم، أنا مشرف، اترك أثر، اترك أثر، لا تنتظر النتائج، ليس همك سبحان الله، لست مكلفا بقضية النتائج، النتائج من الله عز وجل. لكن حفظك الله، أنت الآن مسؤول أمام الله عز وجل بهذه الأمانة كمشرف أو كمعلم. وبعد ذلك كما يعني سبحان الله، أنا أرى أو حينما أرى الصورة العامة بعد توفيق الله عز وجل، وجودي ووجودك ووجود سبحان الله كل من تواجد، حتى والله الطلاب، حتى الطلاب سبحان الله، وجودنا جميعا كل بتوفيق الله عز وجل، بتوفيق الله عز وجل. فالآن أنت على قدر المستطاع بارك الله فيك، حاول أن تتزود قبل أن ترحل. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كن في الدنيا كأنك عابر سبيل. وما معنى عابر سبيل؟ عابر سبيل ليس لديه مأوى ولا بيت، يسير سبحان الله من منطقة إلى منطقة، من مكان إلى مكان، كي يعلم أن دار الآخرة هي دار القرار، هي دار مستقرنا. لذلك الآن تزود سبحان الله. تفضل يا شيخ رخاد الله يحفظك. أحسن الله إليك، بالعكس حنا مستمتعين وما ما 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 استضفناك اليوم إلا ودنا نسمع منك شيخ أبو إبراهيم، نسأل الله أن ينفع بك وبما ذكرت ويجزي لك الأجر والثواب. شيخنا أبو إبراهيم، كنا نتكلم عن أكاديمية إتقان، وحنا الآن في بداية عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي رؤية أكاديمية إتقان للعام القادم؟ الطموحات، الأهداف، الشغف اللي لديكم في الإدارة الأكاديمية لأن يكون هذا العام عام مختلف، عام نوعي بفضل الله سبحانه وتعالى وحده، كيف ترون الخطة لعام 1445 فيما يتعلق بأن يكون عام أفضل مما سبقه من الأعوام السابقة من عمر هذه الأكاديمية التي نسأل الله عز وجل يجعلها أكاديمية مباركة؟ اللهم طبعا اللهم يا ربنا الحمد، بشائر مقبلة بعد توفيق الله عز وجل في هذا العام، ولا يسعنا سبحان الله إلا أن نقول انتظرونا. هذه تقريبا لشيخ بشكل مختصر. أي والله، لكن سبحان الله، أي والله، لكن سبحان الله الإخوة والله أنهم يعملون على قدم وساق بعد توفيق الله عز وجل. هذه رسالة إلى، خليني أقول تحديدا للمعلمين، تحديدا تقريبا الشيخ الله يحفظه أحد الزملاء المصممين سبحان الله يقول يا عبد الرحمن هنيئا لكم. قلت هنيئا لنا بماذا؟ قال هنيئا لكم كمعلمين، أنتم الآن تعلمون كتاب الله عز وجل، ومع اختلاف الأوقات بين الدول، يقول سبحان الله تخيل معي أن أحدهم يصلي لله عز وجل يعني صلاة الليل، والمعلم نايم، المعلم مع أهله، المعلم في عمله، وعداد يقول سبحان الله، يقول وعداد الحسنات شغال عند ذاك المعلم، تخيل. قلت انتم اللهم يا رب لك الحمد ايضا هنيئا لكم. قال احنا وش نصلح؟ قلت يا شيخ الله يحسنك يرفع قدرك، انتم هذه التصاميم والشهادات وكل سبحان الله ما تقدمونه حقيقة من عمل في موازين حسناتكم، والله وهذه ايضا رسالة للمشرفين الله يفتح عليهم جميعا وانا منهم يعني تحديدا. احد الشيخ عبد الله موجود، الله يجزاه، الشيخ عبد الله موجود. طيب الشيخ عبد الله الله يحفظه في يوم من الأيام أرسل شهادة الله يحفظك يا مرحبا يا مرحبا الشيخ، حياك الله.
طيب الشيخ عبد الله في يوم من الأيام أرسل شهادة إلى أحد الطلاب، أيضا هذه للمعلمين وللمشرفين، أرسل سبحان الله شهادة إلى أحد الطلاب، فتخيلوا معي من فرحة ذاك الطالب علق هذه الشهادة على سبحان الله حالة الواتساب، علقها سبحان الله. فجاء الشيخ عبد الله يبلغني، قال يا عبد الرحمن، يقول سبحان الله لعلك ترى فرحة هذا الطالب. قلت بماذا يا شيخ؟ قال اللهم يا ربك وضع هذه الشهادة سبحان الله حالة مفتخرا سبحان الله بنفسه وما قدم وما ختم من جزء وما ختم سبحان الله من كتاب الله عز وجل. فلذلك لا تستهينوا، حتى والله اني اقول للشيخ حسين الله يحفظه المصمم، اقول له بالعكس انتم تدخلون السرور والفرحه بعد توفيق الله عز وجل، ان شاء الله ما يزعل علينا الشيخ مازن. الشيخ مازن معنا ولا مشى؟ لا شيخ مازن مدير الغرفه ما يروح. الله يحسن عليك شيخنا. طيب شيخنا ابو ابراهيم، انت كنت تتكلم على مساله انه احيانا يدور بينك وبين بعض المصممين نقاشات، أحيانا يدور بينك وبين بعض المعلمين نقاشات، بينك وبين بعض المشرفين. ذكرت لنا أنه بعض الأمثلة والنماذج من مختلف الأعمار، ذكرت لنا مثلا مثال الشيخ عبد الله رضوان صلى الله عليه وسلم يبارك فيه، وأنه أحد المشرفين المتميزين في أكاديمية إتقان، وأن عمره تقريبا 15 أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا. الآن السؤال، هل العمل التطوعي سهل؟ هل بكل يعني يسر ممكن للإنسان يقدم شيء لأمته لخدمة القرآن وأهل القرآن، رغم أنه مثلا ممكن يكون طالب بالجامعة، ممكن يكون هو موظف أصلا؟ يعني بعض الناس ينظرون للعاملين داخل إتقان ويستغربون، يحسون أنه هذول ما هم عايشين معانا، أنتم من وين تلاقون وقت؟ أنا الحين خليني أوجه لك السؤال بطريقة ثانية يا شيخ أبو إبراهيم. انت الان نسال الله يبارك فيك وينفع بيك ويبارك لك في اهلك واولادك، يعني انسان بفضل الله عليك مثلا موظف، مثلا متزوج، عندك اسره، عندك، من وين تلاقي وقت انك تتطوع لخدمه القران ولا لخدمه اكاديميه الاتقان مثلا على سبيل المثال؟ الناس يعتقدون اني انا خلاص انا موظف، بعض الناس انا اتكلم على، ودي انك تجاوب على هذه النقطه، اني انا موظف مثلا ومعايا اسره ومعايا مثلا عمل ومعايا انا من وين الاقي وقت؟ انا ما عندي وقت. فبالتالي يتعذرون بانه الانشغالات تمنعنا من مثلا اني انا اشارك، لان الكل عنده موهبه، قد اشارك بالتصميم، قد اشارك في الاشراف، قد اشارك كذا، لكن لا انا ما عندي وقت. هذول عندهم وقت، هل صحيح انت عندك وقت والاخرين ما عندهم وقت شيخ ابو ابراهيم؟ يا خالد، طبعا كي يعلم أمر مهم وهو بداية حفظك الله جوابي لسؤالك. شيخ خالد، أنت الآن تعلم أن الله عز وجل لربما أنه يوفق العبد في صلاة ليل، تعلم أن الله عز وجل يوفق شخصا سبحان الله لصدقة أو زكاة، وتعلم أن الله عز وجل قد يمتن على أحد عباده سبحان الله بأن تجده حاضرا في الصف الأول من المسجد. هذا بتوفيق من يا شيخنا خالد؟ الله سبحانه وتعالى وحده، الله عز وجل. لذلك إذا أردنا أن نعمل سبحان الله وأن نكون متواجدين في أعمال الخير، لا بد لنا أن نتوجه ما إلى الله عز وجل. والصدق حقيقة يعني الصدق يعني في العمل هذا شيء ومطلب مهم جدا. لكن قضية أنه شوفي شيخ، قضية سبحان الله من يرزقك سبحان الله، حتى أن الوقت له بركة، من يرزقنا سبحان الله هذه البركة؟ الله عز وجل. فقضية أنه أنا يعني أحاول أن أعمل بنفسي وأحاول، لا والله، وجودنا وعملنا كل ذلك توفيق من الله عز وجل، اللهم يا رب لك الحمد. لذلك أنا أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يغير القدر إلا الدعاء. إذا أردت توجه إلى الله عز وجل. والله أنني شهدت أمثلة ذكروا لنا بعد توفيق الله عز وجل تغيرت أحوالهم بعد توفيق الله تبارك وتعالى بالدعاء، تغيرت أحوالهم يا شيخ. تقول سبحان الله منقطع، تقول سبحان الله ذاك الطالب يقول اللهم يا رب لك الحمد، وجدت سبحان الله يعني فرقا ما بين ما كنت سبحان الله عليه في السابق وما كنت عليه سبحان الله في حاليا يعني.
وش قال؟ قال أنا والله سبحان الله عملت بنصيحتكم بعد توفيق الله تبارك وتعالى، يقول وأصبحت أدعو الله عز وجل. لذلك أنت الآن كطالب مشرف، مشرف إدارة، معلم، حتى والله في شؤون حياتك، في شؤون حياتك، يعني اسجد لله عز وجل وتضرع إليه، ودع حفظك الله دمعاتك تنزل حفظك الله على صفحة خدك، ولعل الله عز وجل إذا علم منك الصدق، علم منك الصدق، سوف توفق، والله سوف يتغير حالك وتعجب أنت شخصيا من نفسك. تقول سبحان الله كيف لي أن أعمل، كيف لي أن تواجد، ما أنت ما تدري عن نفسك، والله ما تدري عن نفسك سبحان الله، إلا يعني ما ترى نفسك إلا منكبا في هذا العمل. فالقضية وما فيها يا شيخ ليست قضية جهد، أي والله، والله لو أن الإنسان سبحان الله يتواجد ليل نهار ليل نهار. أنا والله شيخنا خالد سبحان الله، يعني أحد الزملاء، وإن شاء الله أنه مهوب موجود الله المستعان، أنا ما أدري والله موجودين ولا الشباب، أحد الزملاء يوم من الأيام قال يا عبد الرحمن، معلم هو، قال يا عبد الرحمن أنا لا أحتاج إلى طلابكم. ما فهمت والله الجملة، توضح لي الله يحفظك، قلت كيف ما تحتاج إلى طلابنا؟ قال أنا ما أحتاج سبحان الله أن تقوموا بإضافة طلاب. قلت وش السبب الله يفتح عليك؟ قال أنا سبحان الله هذه من الأمور التي حينما يلهم الله عز وجل العبد سبحان الله ما يدري والله من وين تجيه يا شيخ. فيوم من الأيام قلت وضح لي كيف يعني سبحان الله ما تحتاج إلى الطلاب؟ قال أنا بفضل الله تعالى علي أدعو سبحان الله الطلاب من الخارج. قلت كيف؟ قال سبحان الله أنت الآن يا شيخنا خالد طالب، وأنا طالب معك الله يحفظك، يأتي ذاك المعلم ويقول يا خالد الله يحفظك إذا كان لديك أخ أو صديق أو سبحان الله دعه يتواصل معنا، والله يا رب لك ينضم في الحلقة. والله أنه تقريبا الحلقة من دون مبالغة يعني وصل عدد المتواجدين فيها إلى 48 طالب ما شاء الله تبارك. أنا في يوم من الأيام قلت يا شيخ من وين سبحان الله أتوا هؤلاء الطلاب؟ قال ما أدري. قلت كيف ما تدري الله يحفظك؟ قال سبحان الله أنا أدعو سبحان الله الطلاب، يقول سبحان الله بشكل عام، يقول وأصبح الطلاب يتوافدون علينا في الحلقة، والله أني توقف سبحان الله. سبحان الله من أتى بهؤلاء الطلاب؟ لا أنت لا تعجب، أو عفوا يا شيخ خالد أنت لا تقول سبحان الله كيف أتوا هؤلاء الطلاب إلى هذا المعلم تحديدا. مع العلم أستطيع بارك الله فيك أنا أن أتوجه إلى رابط الأكاديمية وأقوم بالتسجيل مباشرة، لكن أنا عجبت والله 48 أو 47 طالب كيف لهم أن يأتوا سبحان الله إذا هذا المعلم تحديدا. أقول سبحان الله توفيق الله عز وجل، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي لا يخفى على الجميع، إذا أحب الله عبدا، والله أنا أود حقيقة أن نقف إذا أحب الله عبدا، الله عز وجل يحبني، نعم يحبك، لكن بماذا؟ بشرط، إذا أحب الله عبدا استعمله. قال كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح. فأنت الآن إذا وفقت اعلم أن الله عز وجل يحبك، لكن لا بد لك أن تسعى. شيخ خالد الله يحفظك، أنت ولربما على كثر سبحان الله وكثر ما يردد الشيخ عبد الستير الله يغفر لنا وله وللجميع، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنت الآن تسعى تحاول سبحان يعني تجد بعد توفيق الله تبارك وتعالى. والله أحبه يوم من الأيام، وهذه تقريبا قصة يعني أذكرها للطلاب الله يحفظهم، أحد الطلاب كان من الدول الفقيرة، تخيلوا معي، قال يوم من الأيام، وأنا والله حقيقة يعني أحب أن أجري الحوارات، أحب سبحان الله القصص، أحب سبحان الله أن أستلهم يعني بعد توفيق الله عز وجل مجال عملي في 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 إتقان بهذه الطريقة. الحوارات جدا جميلة، وهذه والله رسالة للمعلمين والمشرفين تحديدا. يوم من الأيام سبحان الله تواصلت مع أحد الطلاب، قلت الله يحفظك أنت ما أنت معنا موجود في الحلقة، وما هو السبب انقطاعك؟ انقطع الصوت يا شيخ.
لا لا مستمر، بالعكس مستمتعين وسعداء. كان اتصال الله. طيب فكنت الله يحفظك ما انت بشارك معنا، وش السبب الله يبارك لك؟ قال انا شوف سبحان الله، قال انا معلم، يقول هو قلت طيب، قال سبحان الله لا نملك، شوف تخيل، قال لا نملك الا مصحفا واحدا. عجيب تبارك، قلت كيف يعني ما تملك الا مصحف واحد؟ يقول نحن معها طلاب، طلاب كثر معهد، والله انه يصور لي يا شيخنا خالد، تخيل والله انه يصور لي المعهد، اي والله، يقول ما نملك الا مصحف واحد. لا اله طيب الا الله، يا سبحان الله. ونحاول انا شخصيا يقول كمعلم ان احفظ الايات. طيب لا، وتخيل المصحف هذا ما يغادر المعهد يا شيخ، يظل سبحان الله موجود في المعهد، يغادر الطلاب ثم يعودون مره اخرى. قلت سبحان الله كيف لكم ان تعلموا هؤلاء الطلاب؟ قال تخيل انا اقرا، يقول على احد المعلمين كان موجود معنا في الاكاديميه، يقول انا اقرا على احد المعلمين فاصحح قراءتي واجودها ثم انتقل الى ذاك المصحف سبحان الله فاقرا على الطلاب. سبحان الله والله يا شيخنا. قلت طيب كيف الطلاب سبحان الله يحفظون من دون مصاحف؟ صعب، انت عارف يا شيخنا خالد، صعب سبحان الله انطلاق الطالب او حفظ الطالب للمره الاولى صعب. قال له لدينا، يقول لدينا الواح. قلت وش تصلحون في الالواح هذه؟ قال يكتبون ايات الله عز وجل على هذه الالواح، ولربما انها ايضا سبحان الله في المغرب او تونس او شيئا من هذا القبيل، اللهم استعان، في تلك الدول اعتقد الله اعلم انهم يستخدمون الالواح لكي يخطوا سبحان ايات الله عز وجل فيحفظوها، وهذا لربما انه يكون اسلوب وطريقه سبحان الله لقضيه، خليني اقول لك، لحفظ ايات الله تبارك وتعالى. فتخيل يقول سبحان الله الطلاب يكتبوا ايات الله عز وجل على الالواح، فياخذ هذا الطالب لوحه، طيب ثلاث ايات يقرا او قرا عليه المعلم ثلاث ايات اربع ايات، ياخذ هذا اللوح ثم يغادر الى المنزل فيحفظ سبحان الله هذه الايات ثم يعود مره اخرى بلوح اخر او يكمل سبحان الله على هذا اللوح. والله يا شيخنا خالد لما تشوف سبحان الله هذا الموقف، هذه الصوره، تقول مصاحفنا اللهم يا رب لك الحمد يعني منتشره في 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 البيت بشكل عام، التطبيقات الان تطبيق المصحف، اللهم يا رب لك الحمد، ما انت تتوجه على سبيل جوجل ستور ولا الايفون ستور مثلا وتجد حفظك الله اللي هو اكتب مصحف وتخرج لك عده مصاحف، لكن ما هي احوالهم؟ ما عندهم انترنت، ما عندهم اللهم امكانيات للوصول. وهذه والله ايضا هو لاني والله اطلت عليكم جميعا اللهم استعان، احد المعلمين يوم من الايام انا دخلت سبحان الله رابط، كان معلم الله يغفر له، الله يغفر له، الله يغفر له ويبارك فيه، الشيخ رضا الشحات الله يذكره بكل خير. الشيخ رضا كان في يوم من الايام حلقته الساعه 6، واحب والله تلك الحلقه ان احضرها. اي والله عارف يا شيخنا خالد اللي يقول لك تفتتح يومك بعد توفيق الله عز وجل بالاستماع الى ايات الله عز وجل. يوم من الايام دخلت حلقه الشيخ رضا واسمع سبحان الله احد الطلاب يقرا، ثم سبحان الله قال انا، قال استاذ رضا، يقول شيخ رضا سوف، يقول سبحان الله انقل الهاتف الى الطالب الاخر، ثم انتقل الهاتف الى الطالب الاخر ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فاستغربت انا وقلت يمكن هم اخوه، يمكنهم سبحان الله يعني مثل ما يقولون اصحاب سبحان الله انضموا الى هذه الحلقه. فلما انتهت الحلقه تواصلت مع الشيخ رضا، قلت شيخنا الله يحسن اليك، من هو هذا الطالب الذي قرا ثم نقل الجوال الى الطالب الاخر؟ قال يا عبد الرحمن، يقول هؤلاء هذا، يقول هذا هؤلاء هم في معهد، هؤلاء هم في معهد، وهؤلاء يقرؤون سبحان الله من المعهد وهم معلمين ايضا، فحينما ينتهوا يعلمون سبحان الله الطلاب. سبحان الله. انا اقول سبحان الله، اذا اراد الله عز وجل بك خيرا وفقك. والله والله انك تعجب سبحان الله، كيف ينتقل علمك سبحان الله وينتشر في الآفاق من حيث لا تعلم. ليه؟ لأن الله عز وجل أراد بك الخير، صدقت مع الله عز وجل فوفقك إلى ما يعني تتخيل. إي والله الله يحفظك. تفضل تفضل شيخ خالد الله يحفظك. الله يكتب أجرك. مستمتعين شيخنا أبو إبراهيم، لعل معنا الشيخ عبد القادر أبو حفصة، إذا تفتح المايك وتسأل سؤالك مباشرة
لاني انا هنا يعني في الرساله حقيقه ما استوعبت السؤال بشكل جيد. شيخ ابو حفصه موجود معنا الله يحفظك، مشرف برنامج الروضه في اكاديميه اتقان، موجود معنا شيخ ابو حفصه؟ تسمعنا؟ طيب نحاول نقرا السؤال. يقول ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، يقول حفظكم الله ورعاكم شيخنا الغالي يا عبد الرحمن، انا لي سؤال لك حفظك الله. اذا تناقشت انا ومعلم حلقه في امر لا مخرج منه، كيف تتصرف معه شيخنا، خصوصا اذا كان معلما مجتهدا الله يكرمكم شيخنا الحبيب؟ ما ادري اذا استوعبت السؤال انت، يعني تكون اشطر مني وهو المتوقع يعني. لا مشكله مع المعلمين يا شيخ ابو حفصه. طيب الله يحفظك. طبعا شيخنا خالد انا اتمسك سبحان الله بما ذكرتموه سابقا حينما كنتم سبحان الله على راس تلك الاداره، نسال الله تعالى ان يجزيك عنا وعن اهل القران خير الجزاء. الشيخ خالد يا شيخنا ابو حفصه كانت له كلمه خالده في نفوسنا، الا وهي لا بد لك ان تعلم عن مفتاح القلوب. مفتاح القلوب شيخ ابو حفصه، انا استطيع ان اتيك حفظك الله بكلمه، الشيخ خالد استطيع ان اتيه بكلمتين، الشيخ مازن استطيع ان اتيه بخطبه من خطب الجمعه، وبعد ذلك سوف يستجيب. وقبل ذلك وكما ذكره المشرف العام على الأكاديمية الشيخ أسامة كان يقول لعلكم تدعو الله عز وجل يسخر لكم قلوب هؤلاء المعلمين وهؤلاء المشرفين. شوف يا شيخ، الله عز وجل حينما أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى فرعون فقال الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى، إنه طغى. تخيل يا شيخ، شوف اللفتة الجميلة التي ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم. ماذا قال موسى؟ قال رب اشرح لي صدري. شوف تخيل، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فماذا قال موسى؟ قال رب اشرح لي صدري. ما قال موسى عليه الصلاة والسلام إنه والله فرعون كذا وكذا، بالعكس دعا الله عز وجل. ليه؟ الموقف الثاني، الموقف الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أراد سبحان الله قومه أن يقذفوه من المنجنيق إلى النار، فلما أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام لما أتاه جبريل قال ألك عندي حاجة تحتاج مساعدة مني؟ هذا جبريل سبحان الله يكلم إبراهيم عليه السلام، فقال فإما لك فلا فإلى الله نعم. شوف قوة الإيمان يا شيخ، ونحن نود حفظكم الله أن نعلم أن الله على كل شيء قدير. إذا أردت بارك الله فيك أن يستجيب لك ذاك المعلم، اعلم أن الله عز وجل قادر على أن يحول أو سبحان الله يحول قلب هذا المعلم سبحان الله ويصبح شيء آخر جدا. قضية كيف سبحان الله نستجيب، شوف يا شيخ، أو كيف يستجيب سبحان الله المعلم، شوف يا شيخنا أبو حفصة الله يرفع قدرك. طبعا أنت الآن سبحان الله وأنا والشيخ خالد، الله عز وجل خلقنا يعني وجعل لنا علوم متفرقة، حتى أنه سبحان الله أنا أكرر كثيرا كثيرا، وهذه نصيحة للجميع من طلاب ومشرفين ومعلمين، للجميع حتى والله أنا لي شخصيا ولكم يا شيخنا خالد وبقية الزملاء. تفضل جزاك الله خير. حينما يأتيكم أي أحد ويتواصل معكم وسبحان الله يسلم يضع يبتدئكم السلام، لا بد لكم أن تردوا السلام. وش السبب يا شيخنا خالد؟ لأن السلام سنة ورده واجب. سبحان الله، سنة ورده واجب، حتى أن سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين كان يقول أن هذه دعوة يدعو بها المسلم لأخيه المسلم أن يسلمه الله من كل آفة ومن كل شر. سبحان الله. أنت الآن تخيل سبحان الله حينما لا تستجيب بالسلام لربما أنك تأثم يعني. نواجه سبحان الله من بعض الزملاء المعلمين الله يفتح عليهم هذه الطريقة، أرسل إليه رسالة لكن لا يستجيب. لكن يا شيخنا أبو حفصة، من علم حفظك الله أن وجوده مهم واستجابته مهمة، ربما بعد توفيق الله عز وجل. وإن والله يا شيخنا أبو حفصة شيخ عبد القادر، طبعا نحاول بارك الله فيك على قدر المستطاع أن يعني مثل ما يقولون سبحان الله أن نتلطف،
ونحاول سبحان الله أن نأتي بارك الله فيك بأجمل العبارات. النفس يا شيخنا عبد القادر والله أنها تعشق الجميل مثل ما يقولون، والله أنت الآن لما تجيني تقول لي حتى أحد المشرفين الله يفتح عليه، وإحنا وش اللي خلينا مستضيفينك غير أنك جميل يا شيخ أبو إبراهيم؟ الله يجزاكم الجميع فاق أدركم. سبحان الله أحد المشرفين يقول لي ذاك اليوم، قال أنا تواصلت مع المعلم وطفشني المعلم هذا. قلت وكم أسلوب سبحان الله جرفت مع هذا المعلم؟ قال ما أنا أتواصل معه أقول له السلام عليك ما يرد علي، الطلاب ما يرد علي. قلت طيب أنا بعطيك طريقة لكن الله يحفظك يعني لا تعجب منها. قال تفضل. قلت ادخل على المعلم قل له السلام عليك معلم أحبك في الله. قال لا كيف؟ قلت روح نفذ الطريقة طيب هذه وشوف سوف ترى النتائج بإذن الله تعالى. وفعلا تواصل مع ذاك المعلم، السلام عليكم معلمنا أحبك في الله. فعجب ذاك المعلم، ضحك المعلم. فعاد مرة أخرى المشرف التعليمي يقول سبحان الله فعلا. فلذلك الآن أنا أقول حتى الطلاب سبحان الله، أنا في تواصلي مع الطالب، في تواصلي مع المعلم، في تواصلي، حاول أن تجد ما هي الطريقة. نقول أريد وأكرر قضية مفتاح القلوب هو بين يديكم بعد توفيق الله عز وجل لكم، لكن حاول أن تفكر ما هو الأسلوب والطريقة الصحيحة لكي أتواصل مع هذا المعلم. اتفضل يا شيخنا خالد. أحسنت الله بارك الله فيك شيخنا، يعني هذا يذكرنا بكلام يعني لأهل العلم أن الدعوة هي عبارة عن تسخير هذه الأخلاق في خدمة الدين، فأنت تلطف ولكن حينما تتلطف ما الذي يحصل؟ الله يتلطف بك. حينما ترفق بالناس الله يرفق بك. حينما تحسن إليهم الله يحسن إليك. وابن القيم كلام في هذا المعنى. تفضل شيخنا. تفضل صدر أكملت من الله يفتح عليك. عذرا المقاطعة. لا هو هذا معنى كلام مو مختصر، أنه أنت كما تعامل الناس الله يعاملك، فإن شققت عليهم شق عليك، وإن كنت يعني لا ترحمهم فلا تظنن أن الله يرحمك، وإن كنت يعني قاسيا عليهم فالله جل وعلا لن يعني يعاملك باللطف، وإنما عندما تعاملهم باللطف والإحسان والتلطف يعني أنت سبحان الله كأنما تذل نفسك لله تبارك وتعالى. وأصلا هذا النص جاء صريحا في القرآن، قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال في آية أخرى أذلة على المؤمنين. تخيل يعني أنت وين يعني لو تأملت هذه الآية لعرفت ما الذي يريده الله عز وجل منا حينما نتعامل مع المسلمين. بل في آية أخرى أنا حقيقة تعجبت منها هذه قبل كم يومين، وسامحني أنا كني صرت أنا الضيف. بالعكس والله نسليد منك. الله يبارك فيك. اللي قول الله عز وجل الآية اللي نحفظها جميعا للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من أعظم الأوصاف اللي جاءت في القرآن في وصف معنى الذل والانخفاض لأحد من البشر، طبعا ليس بمعنى عبودية وإنما بمعنى احترام وتقدير واتباع لأمر الله، هو ما جاء في هذه الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أنه كأنك أنت طائر وتنزل أجنحتك ذلا وحبا وإكراما وكرامة لوالديك. طيب هذه الآية كلمة واخفض، هل نعلم أنها جاءت أيضا في شأن المؤمنين؟ قال الله جل وعلا في موضعين من القرآن، في موضعين من القرآن قال الله في سورة الحجر لا تمدن عينيك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وفي سورة الشعراء قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك للمؤمنين، عفوا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين في سورة الشعراء. يعني المتخيلين أن هذه عبادة، أنها الآن أنت بتعبد الله تبارك وتعالى بهذا الخفض للجناح، يعني مو بلازم ترد الكلمة بعشرة، أنت حتى الكلمة بكلمة ما تردها ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا الذي يعني حقيقة راح يجعل الآخرين ينجذبون
بعون الله نحو القرآن. أنت ما تبغاهم يجذبون لك أصلاً، وش إيش تفرق معك؟ أنت ما هدفك أن الناس عشان يعني يصير مثلاً لك مكانة أو تقدير عندهم، أنت تبغى بس عشان أنت هذا الذل كله قاعد تسويه عشان تبغاه هو يعني يتمسك أكثر بالقرآن، فكيف يكون أجرك عند الله عندما تذل نفسك وتخفض جناحك للناس لعباد الله وليس لك أي مصلحة، ليس لك أي مصلحة عند هذا الشخص غير أنك تريده يقترب من كتاب الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا من أعظم الأعمال، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. تفضل شيخنا أبو إبراهيم، لعلنا ترى اقتربنا من نهاية اللقاء وإن كان ودنا والله ينطيل معك. لك الجنة ويحفظك. موجود معنا أحد أصدقائك وأحبتك الشيخ الحبيب مشرف برنامج الشباب الهمة الدكتور محمود الحاج، تسمعنا؟ طيب أنا شفته دخل للقاء لكن يبدو يمكن اعتذر أو شيء. طيب شيخنا احنا معنا 5 دقائق، تفضل عندك. أنا والله ما الذي تريد أن تختمه؟ الله يبارك لك. أنا والله في نهاية سبحان الله هذا المقام يعني أذكر أولا أن نخلص العمل لله عز وجل، وقضية وجودنا بارك الله فيكم في هذا الصرح القرآني المبارك كان لهدف أساسي أن نتزود قبل أن نرحل. الشيخ خالد عفوا، ولربما بعضكم أو أغلبكم سبحان الله شهد من توفى الله عز وجل من إخوتنا المباركين في هذه الحلقات، فاللهم يا رب لك الحمد، وجودك كان له هدفا أساسيا، فحاول أن تركز بارك الله فيك في مشروعك كمعلم مشرف طالب، ركزوا في 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 هذه المشاريع بشكل عام. هذا ما أردت أن أقوله بارك الله فيكم الشيخنا خالد، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم ويجعلنا وإياكم بإذن الله تعالى مما يسابقون في عمل الخير والطاعة. أعتذر أطلت عليكم جميعا، فإن كان سبحان الله صوابا فمن الله عز وجل، إن كان خطأ فمن أنفسنا ومن الشيطان، أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع وإياكم. تفضل يا شيخنا خالد. آمين، الله يكتب أجرك. ولعله شيخنا من الوفاء لأخينا شاكر الملا الذي كان معنا طالبا ومعلما ومشرفا في أكاديمية إتقان وتوفي رحمه الله رحمة واسعة مؤخرا، أن تذكرون لنا شيئا من المواقف مع الأخ شاكر عليه رحمة الله. حتى أني لاحظت أنك أنت في الواتس في, في, في لما ندخل على رقمك في الواتس مكتوب رحمك الله يا شاكر، فيبدو أنك تأثرت بوفاة أخينا شاكر عليه رحمة الله. والله يا شيخنا خالد شوف الله يحفظك، الشيخ شاكر الله يبارك له، الله يرحمه عفوا ويتقبله ويجعله بإذن عز وجل في أعلى درجات الجنان. آمين. الشيخ شاكر سبحان الله كان يعني تخيل معي، كان يسليني والله حقيقة، أي والله كان يسليني سبحان الله. حتى طبعا أنت تعلم يا شيخنا خالد أنا سبحان الله أعمل في نوبات عمل مثل ما يقولون سبحان الله في شفتات، وعملي متقلب، احيانا اعمل سبحان الله صباحا، اعمل سبحان الله مساء، اعمل في نهايه يعني اليوم في الليل. فشاكر الله يرحمه ويغفر له كان سبحان الله يتواصل معي من الساعه 12 في الليل، والله انه نجلس سويا سبحان الله نناقش قضيه الحلقات وش نسوي وش نصلح وسبحان الله. اي والله الله يرحمه، اي والله. فاتذكر سبحان الله وهو حقيقة كان مقعد، هذه يمكن الحاجة اللي ما يعرف عنها سبحان الله أغلب حتى من عملوا معه، مقعد تخيلوا سبحان الله يعني مشلول الله يرحمه، وكان يسارع ويسابق ويتواصل معي عبد الرحمن وش نصلح، عبد الرحمن عندنا كذا، عبد الرحمن عندنا كذا. إي والله عجبت، كان يخجل سبحان الله يخجل، قال عبد الرحمن أنا بعلمك عن حاجة في نفسي أو عن نفسي أنا شخصيا. قلت إيش فيك الله يحفظك؟ قال أنا سبحان الله مقعد ما أتحرك، والله أنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني نحن أصحاء اللهم يا رب لك الحمد، وفقنا الله عز وجل حتى أن نتحرك نروح ونجي، لكن مقعد ويسارع ويسابق ويشارك. إي والله يجب إلى صلاة الفجر سبحان الله. أنا أعتذر منه، طبعا هو كان في مكة وأنا الله مستعان في الشرقية، فكان الله مستعان أعتذر منه
قال أنا بأخليك خلاص، وإذا صرت خلصت الصلاة ارجع لي مرة ثانية، إذا كنت أنا موجود راح أرد عليك. فسبحان الله استمر، يعني استمر العمل بيني وبينه إلى ما شاء الله تبارك الله أن يستمر. ثم الله مستعان يعني انتقل إلى إدارة أخرى. إي والله، وتخيلوا معي من الوفاء، والله وفاء العشرة اللي بيني وبينه، الله يرحمه ويغفر له. آمين يا كان رب. يتواصل معي، كان يتواصل معي، عبد الرحمن كيف حالك؟ والله أني أبغى أطمن عليك، بس يقول كذا. إي والله أخجل، والله منه أخجل منه. وانت يا تعرف يا سبحان شيخنا الله. خالد والشباب، الله مستعان، سواء المشرفين او المعلمين، عملك الشخصي وسبحان الله متابعتك هذه الحلقات وشيء، لربما انك تنشغل يعني كثيرا حتى والله في تواصلك مع احبتك في الحلقات. انا والله ما ابغى اطول عليكم يا شيخ خالد، الله الحديث يجزاك خير. والله بالعكس بالعكس، هو الكلام يوم جاء عن شاكر حرك السجون. عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، سبحانه من جعل له القبول والمحبة في قلوب العاملين في إتقان. معنا الأخ مشرف برنامج المستقبل المشرق الداخلي واحد، الشيخ محمد الحميد. تسمعنا أبو خالد؟ الشيخ أبو خالد، الشيخ محمد. أي صحيح، إن أي أحد عشان يقدر لازم نعطيه كو هوست. الشباب مركزين معي، شيخ جراح وشيخ مازن. وين راح الشيخ؟ اعطوه كو هوست. نعم ابو الخالد. يسعدك ويوفقك معك. ايه طيب، المشكله طيب هنا الاضافه كمضيف مشارك. ها الحين تسمعني شيخ ابو خالد؟ حياك الله شيخنا، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. سامحونا، احنا كنا ناديكم ولا يعني نعطيكم هذه المشاركه ككو هوست. عبد الرحمن كيف حالك شيخنا خالد؟ يا مرحبا، شرفتنا، اهلا وسهلا. جميعا جميعا. الشيخ ابو خالد، تاثرت كثيرا بوفاه اخونا الفاضل عليه رحمه الله، المعلم والطالب والمشرف في اكاديميه اتقان سابقا عليه رحمه الله. شاكر الملا، الشيخ شاكر الملا. ان كان من عندك من كلمه، لانه بعون الله حنحاول نقتص هذا الجزء الاخير من الفيديو ونرسله لاهل وقارب شاكر وفاء لهم. نسال الله ان يجمعنا بشاكر في جنات النعيم. تفضل شيخ ابو خالد. والله صراحة يعني لحتى الآن أنا يعني أحيانا أفكر أقول لك ما أقول الشيخ شاكر رحل عنه، يعني تأثرت والله جدا برحيله. يعني قبل لا يتوفى بيومين يبعث لي وهو متعب، والله يعني الصوت يعني متعب جدا، يقول شيخ محمد أنا رغم تعبي كذا بس راح أحاول قدر الإمكان أتواجد بالحلقات وأرسل رأس الطلاب وأتواصل مع المعلم، وهو بالمشفى متعب جدا سبحان الله. يعني سبحان الله. والله جدا سبحان الله بغيابه، ما شاء الله انه كان يعني مثل ما ذكر الشيخ عبد الرحمن، يعني رغم الظروف اللي عنده سبحان الله ما قصر ابدا. يعني كثير من الاصحاء سبحان الله بعيدين عن الدين وبعيدين عن خدمه كتاب الله، ورغم هالشيء ما قصر سبحان الله تعالى. والله الله يرحمه ان شاء الله، جعله الجنه واجمعنا به بجنه الخلد باذن الله. عليه رحمه الله. وهي رساله لنا احبتنا الكرام، كيف سيختم لنا؟ هل ستنتهي حياتنا ونحن في خدمه القران، ونحن نخدم الحلقات، ونحن نخدم دين الله تبارك وتعالى؟ هذا كان ما يشغل أذهان وقلوب السلف الصالح عليهم رحمة الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله عز وجل أن يديم صحبتنا وصحبتكم لكتابه، نسأل الله عز وجل أن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. شيخ أبو إبراهيم، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم، وحركت فينا المشاعر وذكرتنا بأخينا الفاضل عليه رحمة الله الشيخ شاكر الملا. نسأل الله عز وجل يجمعنا به في جنات النعيم، ويختم لنا بالصالحات، وأن يرزقنا وإياه
أن نجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم وأن نكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. حفظك الله شيخنا، كان عندك من كلمة تحب توجهها للحضور تشكرهم؟ لأنهم فعلا نشكرهم يعني على وجودهم وحسن إنصاتهم. تفضل شيخنا أبو إبراهيم. الله يبارك فيكم، وشكرا الله حقيقة لكم يا شيخنا خالد، وشكرا حقيقة للموفق أخينا الشيخ مازن ولكل المتواجدين معنا. نسأل الله تعالى أن يجزل لنا وإياكم عظيم الأجر والثواب وأن يخلف علينا خيرا. تفضل يا شيخ، الله يحسنك. بارك الله فيكم، شكرا لكم أحبتنا الحضور، يتجدد اللقاء بكم في لقاءات الحبة في الأسبوع القادم بعون الله تعالى وتوفيقه، ونشكر لكم حسن إنصاتكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتكم، ونختمه بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.